ان شاء الله 1-0 للزمالك، واللي هيجيب الجون زيزو. رغم ان انا راجل اهلاوي بس اتمنى الاستقرار لنادي الزمالك. والله انا شايف ان الزمالك الفتره الاخيره يعني مستواه ابتدى يبقى احسن شويه عن الفتره اللي فاتت او الماتشات اللي فاتت، وممكن الزمالك يكسب يعني 2-0 بتاع. توقعاتك مين ممكن يتالق من لعيبه الزمالك؟ هو المتالقين الماتش اللي فات انا كنت شايف شيكابالا، اوباما، يعني ربنا ييسر يعني. اتوقع ان شاء الله 1-0 للزمالك، وان شاء الله يتالق زيزو وطبعا شيكابالا. ان شاء الله يعني الزمالك مستواه ده يرجع، فان شاء الله شايف ان الزمالك هو اللي هيكسب. ماشي، هيكسبه 1-0 واللي هيتالق زيزو ودونجا. ان شاء الله الزمالك يكسب 2-0. والاهداف الفتره ديت اوباما ظهر بشكل كويس، وزيزو برده كويس برده او جد الفتره دي.